حولها من مجموعة فنية مذهلة. أشعر بالغيرة، كيف لي أن أستخدم هذه؟ ربما يمكنني إصلاح فرشاتي، سأحتاج فقط القليل من الشعر. أمل أن لا تلاحظ سارة. أظن هذا كاف، سأثبت الشعر بالفرشاة. الآن يمكنني التلوين. يبدو هذا مألوفا لي. في الواقع هو مألوف جدا. هل هذا شعري؟ شعري، ماذا فعلت؟ أعطيني هذه. سأخذ المزيد من الشعر. توقف، هناك حل واحد فقط، معاقبتك. كنت أتوقع ذلك. أين نحن؟ مرحبا، حان الوقت لتحدي فني. سيقرر الدولاب ما سترسمان. مذهل. على أي حال، غطوا أعينكم، غطوها جيدا. سيكون التحدي التالي ممتعا. حسنا، هاي، هذا هو التحدي أترون؟ أجل، أفضل تحدي حتى الآن. نحب بوب إت كثيرا. والآن هكذا سيكون حجمها الصحيح، وها هي الألوان جاهزة. سألون الصف الأرجواني، إنه جاهز. ما هذا؟ جاهز. بحذر. وجدتها، حان الوقت للتصرف بجدية. براين، لماذا تحمل هذا الشيء؟ سترين قريبا. صحيح، لدي أدوات، وهكذا أقوم بعملي. سأضع نقاطا صغيرة على العصا الخشبية، ونقاط أخرى في صف آخر، ثم سأضيف لونا جديدا، وكل ألواني قوس قزح. كنت أنتهي، وهكذا يحدث السحر. سأدحرجها قبل جفاف الألوان. جينا، انظري إلى هذا، إنها الطريقة الصحيحة. أحسنت، لكن رسمة براين، هذه هي التحفة الفنية. أنا ملك البوب إت. شكرا، شكرا جزيلا. التحدي الأول هو طعام البشرية الذي تطلقون عليه البيتزا. أحب البيتزا، ينبغي أن يكون هذا سهلا. يشعرني هذا بالجوع، ليت معي شريحة لذيذة من البيتزا الآن. أعلم ما سأفعل، لنصنع عملا فنيا بالفطائر المحلاة. سأبدأ بمثلث، ثم سأملأ العجينة. مزيج الفطائر المحلاة أفضل كثيرا من الطلاء. أريد بيبروني. سأضع بعض النقاط بهذا العجين الوردي. على المرء أن يحظى بكثير من الإضافات. والآن سأضع الجبن، سأضعه حول البيبروني، فلا أود إفساد مظهري الآن. فور طهيها سأقلبها بثبات، وها قد انتهيت. جيدة جدا، أليس كذلك؟ إيسي، هذا مذهل. ماذا؟ هل لديك بيتزا؟ ما الخطب؟ هل تريدين شريحة؟ لكن كيف؟ رائحتها بشعة، مكانها في القمامة، لكن بيتزا الفطائر المحلات خاصتي لذيذة، صحيح؟ بالطبع يا شيريل، من الأفضل أن أبدأ. قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد هذا سيصنع فنا مذهلا. سأبدأ بالرسم الخارجي، هذا مثالي للقاعدة. سأملأ المثلث، والآن سأرسم القاعدة. انتهت القاعدة، كل بيتزا تحتاج إلى الجبن. واو، يبدو كالجبن الذائب تماما. بيتزا بالجبن، لكنها تحتاج إلى بعض الإضافات. سأضع البيبروني أيضا، إنه المفضل لدي. إنها تسيل اللعاب من الجوع، أليس كذلك؟ أشعر بالإغراء لأخذ قضمة منها. مستحيل، لماذا قد يتناول المرء شريحة بينما يمكنه الحصول على بيتزا كاملة؟ شيريل تفوز. أجل، لقد علمت ذلك، أنا الأروع. متى لي يا أمي؟ شهية، أليس كذلك؟ لا أعتقد بأنها صعبة، أليس كذلك؟ البني هو اللون الأمثل. ها هو، يعرف الجميع طريقة رسم الكاب كيك، صحيح؟ يبدو هذا مختلفاً. رسمنا الإيموجي سيء السمعة، أترين؟ جميل جداً، أليس كذلك؟
جميل. سأضيف القليل من اللون الأزرق إلى العيون، ثم سأملأ الجسم كله. إنهما يكتملان فعلاً. لكن يا بنات، هذا ليس كب كيك. للأعمال الفنية تفسيرات مختلفة. لنقلبهم الآن. بوم! فعلناها! كلاهما بمظهر جميل. و لا أعرف، أعتقد أنكما ستتعادلان في الخسارة. لن تفوز أي منا. هي اسمعي، هي لنخرج من هنا. حسنا يا بنات، أحضرنا لكن طعاما للحفلة. لا يبدو هذا طعاما. كما تريدان. مرحبا سيدي، ما رأيك بوجبة خفيفة؟ أو لا، مرحبا يا أصدقاء، تناولوا هذا. ألا تريدون؟ حسنا، أعطوا التفكير. تخلصنا من واحدة على الأقل. هتريدين أن نقسم هذا الشيء؟ جاهز. ليس سيئاً، خاصة لشيء بهذا الشكل. حسناً، نحن مستعدين لخوض تحدي رسم. سألف العجلة لنرى ما ستواجهانه. ها نحن. كم هذا جميل. قلب، حان وقت رسم الحب. أحب رسم القلوب ورموز الحب. أعرف ما سأفعل. سأبدأ بكلمة حب، love. يا للروعة، كان ذلك يوما مدهشا. كانت جميلة جدا في ذلك المرج. حسنا، والآن لإضافة السحر على هذه الصورة، سأضيف قلبا صغيرا ثم أحول هذا الحرف إلى فتاة، وأحول هذا الحرف إلى قلب آخر، وقد يصبح هذا الحرف حبيبها. هذا لطيف جدا، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الألوان. ينبغي أن يكون القلب باللون الوردي. جيد، ولابد أن يطابقه القلب الصغير هنا أيضا. حسنا، والآن سأضيف الألوان الأخرى. فستان بنفسجي. يا للروعة، هذا يتحول إلى شيء مميز. حان وقت تغيير الألوان. سأجعل الشعر أصفر لكليهما، إنهما متطابقان. وأعتقد أنه يرتدي قبعة زرقاء. والآن سألونه قميصه بالأخضر. كلا، أحبك أكثر. هذه الألوان الخشبية ستساعدني على توضيح ملامحهما. انتهيت. حسنا يا طلاب، أروني لوحاتي رجاء. ماذا؟ يا للهول. أبقي العلكة في فمك رجاء. ماذا تفعل؟ انتظري، هذا عملي الفني، أؤكد لك. أحتاج إلى لحظة أخرى فحسب، كدت أنتهي. انتهيت. ها هو عملي الفني عن الحب. كيف فعلت ذلك؟ مذهل. يا للروعة، هذا مدهش. ستحصل على درجة عالية. التحدي التالي هو رسم يونيكورن. رائع، أحب اليونيكورن. يشبه الحصان، أليس كذلك؟ لا أجيد رسم الحيوانات. ماذا؟ انظري، الكثير من النقود. إنها لك إن رسمت لي اليونيكورن. سارة، خيبت ظني. كلا، ارسميه بنفسك. أنت الخاسرة، سأفشل في هذه الجولة. يبدو هذا محزناً. أعرف حيلة جيدة لعمل هذا. سأضع يدي على الورقة وأرسم حولها، ثم أضع التفاصيل. طريقة سهلة لرسم اليونيكورن. والآن سألونه. اللون الوردي هو المفضل لليونيكورن. أوه، كم هو لطيف. سألون القرن أكثر. فعلت هذا بسرعة. انتهيت. أوه، انظروا إلى هذا. لماذا أنت سعيدة للغاية؟ خطرت لي فكرة. سأقلد فكرة مولي، لكني سأجعل اليونيكورن ثريا. سيكون هذا قرنا مثاليا. الفن الجيد يكلف الكثير من المال. ما رأيك؟ حقا، إنها كرسمتي بالضبط. أو لا، رسمتي أغلى ثمنا. يوهو، أيتها المعلمة. أوه، انظروا إلى هذا. أحسنتما صنعا. أنا فنانة. حسنا،
حسناً سدعك تفوزين بهذه الجولة. أوبس. أنا شيرل، أعد الفطائر المحلاة. أوه انظري، أنا آسية، أنا مميزة جداً. قلب الفطائر المحلاة صعب جداً. أوه أنتما شريرتان. نحن نمزح فحسب. لننشر بعض الحب بهذا الوجه التعبيري. هل علينا ذلك؟ لننتهي من الأمر. حسناً، هو أين قلمي؟ كان هنا. ها؟ لا تهتموا لوجودي. ماذا تفعلين هنا؟ شعري مادرة، هل يمكنني البحث هنا؟ ماذا؟ ارحلي من هنا. من الجميل إيسي؟ كان هذا غريباً. ماذا تفعل؟ ومن يهتم؟ لدي فطائر محلاة علي إعدادها. سأبدأ بالفم ثم العينين والشكل الخارجي. سأملأ القلوب ثم سأستخدم الأصفر للوجه. هذه رسمة سهلة. لقد كدت أنتهي. حسناً، سأتركها لتطهى. ما مشكلتك؟ تعلمين؟ لا تهتمي، أظن أنها جاهزة. هاو، انظروا إليها تطير. هاو، أين هي؟ ماذا؟ هذا اللون يناسبني حقاً. يمكنني تفسير فعلتي. أعطيني إياه، إنني أراقبك. لنبدأ العمل. سأبدأ برسم بعض الخطوط وسأكبر حجمها وأنا أرسم. أريد أن يكون هذا مذهلاً. دائرة مثالية. لنرسم الحاجبين. سأرسم خطاً مموجاً بقلم طباعة ثلاثية الأبعاد. والآن العينين. هذا يشعرني حقاً بالاسترخاء. إنني أستمتع بهذا. سأعطيه ابتسامة كبيرة وجميلة كالرمز التعبيري تماماً. لا يمكنني نسيان قلوب الحب. لقد أثار إعجابي جداً. هو الجاذبية تنجح. حسناً، هذا جيد جداً. كلاهما ممتازان. إنها تعادل. أوهو، رائع. هل أنتما مستعدتان؟ تعرفان هذا الوجه جيداً. كيفن، إنه تحفة فنية. مرحباً يا فتاة، هذه لك. حبي، من حقي أن أحلم. يمكنني رسم ابتسامتي التي أتخيلها. لكن هل ستتحول إلى بانكيك؟ يعتمد هذا على الفنان، أليس كذلك؟ هو قلب. سأنتقل إلى اللون التالي. أصبح التحدي أكثر إثارة الآن. هذا القلب مليء بالحب، لكن أيهما تبدو شهية أكثر؟ كدت أنتهي. صنع هذا بالكثير من الحب. لا أطيق الانتظار لرؤية النتيجة. لنقلبها. اقلبي. جميل، كلاهما جميلتان. لا شك أنهما صنعتا بحب، لكن يمكنني اختيار واحدة فقط. أو سأجعلكما تتعادلان هذه المرة. إنه وسيم حقا، صحيح؟ نحن مستعدان للتحدي التالي. أحب الرقص، يبدو أنكما سترسمان راقصة بالي. مهلا، ماذا؟ كيف يفترض أن نرسمها؟ لا تنظري إلي، لم أرى عرض باليه قط. مهلاً، أعرف. سأحتاج هذه الورقة، يمكنني طيها إلى نصفين هكذا. ماذا تفعل؟ هل هذا فان أوريغامي؟ إنه مرتب للغاية. أعرف، لكن عليكم الحرص على طي الورقة بشكل صحيح. بدأت بطي الورقة نحو المنتصف هكذا، ثم الناحية الأخرى سأفتحها وأطوي الأطراف. جيد، يحتاج الطرف السفلي إلى أن يطوى للأعلى على الجانبين. أجل، هذا يسير بشكل جيد حتى الآن. أحب طي الورق. وتطوى هذه الجوانب المدببة نحو الأسفل، وكذلك هذه الجوانب. باقي القليل فقط. أوشكت على الانتهاء، علي طي هذه الجوانب. ها أنا، انتهيت. صنعت مركبا صغيرا من قطعة ورق. ما رأيك؟ هل يعجبك؟ ها هما شراعان ورقيان لمركبي. لكن ما علاقة ذلك بالرقص؟ لأن المركب يرقص فوق الأمواج بينما يبحر. مهلا،
أهلاً، ماذا؟ أهذا ما ستقدمه حقاً؟ لن يفلح ذلك. إنها محقة، أرأيت؟ الرسمة عن راقصة بلي وليس مركب. حسناً لا بأس، لكنني أعتقد أن بإمكاني فعل شيء بالأوريغامي. هل تصنع مركباً آخر؟ لأن هذا لن يفلح مجدداً. كلا، ليس مركباً آخر، صنعت يونيكورن هذه المرة. أيها اليونيكورن، أنت مذهل. رغم ذلك لن يحتسب. حسناً، أنت محقة، لكني سأنجح. المحاولة الثالثة ستكون ناجحة. سأستخدم لولين من الورق هذه المرة، سيساعدني ذلك بالتأكيد. ماذا تفعل؟ يا للروعة، هذا صعب، كيف تفعل ذلك؟ إنك سريع جدا، تصعب علي متابعتك. أجل، لقد انتهيت، صنعت زهرة جميلة من أجلك. إنها جميلة جدا، لا أصدق أنك صنعتها من أجلي. لكن ماذا سأفعل الآن؟ أعرف، علي البدء بطي الورقة. سأستخدم حافة المسطرة للحصول على طيات محددة. هذا الجزء صعب قليلا، علي إخراج الطرف هكذا وعلى الجانب الآخر أيضا. سأرسم راقصة بالي لطيفة على الورقة. إنها لطيفة جدا. حسنا، علي رسمها على الأجزاء الأخرى أيضا، والتأكد من رسم رأسها ويدها هنا، ثم أفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر أيضا. حالما أنتهي من ذلك، علي فعل شيء نفسه مع طيتي الساقين. أعتقد أني سألونها قليلا لأجعلها أجمل، لكن علي أن أتذكر تلوينها على كل طية ورق. وأعتقد أني سأنهي تلوينها بتنورة زرقاء، هذا ظريف. سألون بالأزرق هنا وبالأزرق هناك. أجل، انتهيت من عملي الفني، ها نحن ذا. دعوني أريكم كيف ترقص. إذا أمسكت بطيات الأوراق وطويتها للأعلى وللأسفل، يمكنني جعلها ترقص. انظروا إليها، إنها جميلة جدا. يا للعجب، يا للروعة، أبليت بلاء مذهلا، لقد فزت. أجل، علمت أني سأفعل. لكن سترسمني قلبا هذه المرة، ستحتاجون المزيد من الأدوات. هيا يا فتيات، انظروا إلى هذه الأقلام، واو! هل هذا كل ما لدي؟ حقاً؟ ها؟ هذا طيباً! أوه، خطرت لي فكرة! سيبدو هذا مذهلاً! سأرسم قلباً عملاقاً! هذا جيد حتى الآن! والآن سأرسم قلباً أصغر بداخله! ممتاز! فظيع! هاي، انظري إلى رسمتي، جميلة. ربما علي أن أرسم شيئاً. مهلاً، خطرت لي فكرة، سأستخدم قلم التلوين والرصاص في آن واحد. والآن وقت الجزء الممتع، سأرسم خطوطاً تمر من مركز القلب، هذا جيد. ثم أضيف ظلال، سأضع لوناً داكناً في الأجزاء المظللة كما أريد تماماً. والآن سأقص الجزء العلوي من القلب. معلمتي، معلمتي، لقد انتهيت. عذراً. حسناً، لنرى ماذا رسمتي. أوه، فكرة ذكية يا مولي، أحببتها فعلاً. أوه، سارة، أين قلبك؟ إنه هناك. أوه، هذا كفني الشوارع. نهجان مختلفان، لكن النتيجة رائعة. تعجبني رسمتين كثيراً. أوه، شكراً لك. لي وردة جميلة، والتحدي الأول لكما هو رسم إيوزا. هل تستطيعان فعل ذلك؟ هاي، واو، يمكنني رسمها. والآن من أين أبدأ؟ أجل، يكمن السر في زاوية القلم. ماذا يرسم هناك؟ أريد رؤية التقنية التي تتبعها. حسناً، لا تغطي الورقة. ماذا يمكنني أن أستخدم هنا؟ خطرت لي فكرة ملهمة باستخدام يدي، وأعرف كيف أستخدمها بشكل مثالي. سأحدد أولاً محيط أصابعي. الإبهام هو الرأس، واليد هي جسم الإوزة، ولن أنسى القدمين الصغيرتين. أترون كيف يختلف شكلها بعد التلوين؟ إنها إوزة صفراء جميلة، وسألون القدمين باللون البني. تريد أنتهي. لنرى الرسمتين. إنها إوزة، أترى؟ دوري. حسناً، ما رأيك؟ كلاهما جميلتان، لكن هذه الإوزة هي الفائزة. رائع. واحد، اثنان، ثلاثة،
وحصلنا على الصدفة الزرقاء. أوه، كم أعشق القطط! أبرا كادابرا! أوف، هيا! أخيراً! كيف فعلت ذلك؟ ماذا يوجد داخلها؟ قرش ذهبي؟ إنه دورك! سأدخل كلتا يدي! أظن أني أمسكت بشيء! أوه! إنها قطة حقيقية! أوه، يا لجمالها! ما اسمها يا ترى؟ سأسميها مارشميلو! اسم جميل! لماذا حصلت على هذا القرش؟ وجدتها! سأستخدمه لرسم قطة! كل ما أحتاجه نصف دائرة مستديرة والباقي سهل! بدأت الرسمة تتضح! بضع أشكال مختلفة خلقت رسمة مذهلة! وبعض الألوان طبعاً! سأضيف بضع لمسات نهائية! والرسمة جاهزة! شكراً على القرش! أوه! يا قطتي العزيزة! مارشميلو! لم ترسم أي شيء! انشغلت مع القطة! شاركاني رسمتيكما للقطط! هذا الموقف محرج! كم أبدعت في هذه الرسمة! مياو! إنها رائعة! شكراً! لم ترسم أي شيء يا براين؟ هابرا كادابرا! ماذا؟ مارشميلو! ما كان ذلك؟ كان هذا مضحكاً جداً! يسرني أنك تحظين بالمرح! لم يلاحظ أحد! لا بأس! أريد منكما رسم موزة! لقد فهمت! يكون هذا سهلاً بلا مشكلات! الموز يسهل رسمه! والآن سأقلبها! هذا ليس صحيحاً! ما خطب هذا؟ ألا ينبغي وجود مقبس هنا؟ تخريب! أوبس! عذراً! أحتاج إلى رسم موزة! سيكون هذا بسيطاً! لكن سأكون مبدعة قليلاً! واو! يبدو هذا جيداً! حان الوقت لبعض اللون الأصفر! سأملأ الأجزاء المختلفة! سأربح هذه الجولة بالتأكيد! إنها تبدو واقعية جداً! سأستخدم لوناً أصفر داكن للقشرة! سأخذ وقتي! فأنا أود رسمها بشكل صحيح! ولا أود إفساد الأمر! انتهيت! بحقك تعلمين أن هذه تبدو جيدة! لن أتحدث إليك! هل هناك خطب ما؟ لا أمور تخريبية هذه المرة! اتفقنا؟ حسناً ركزي! أحتاج إلى هزم إيسي حقاً! ها قد انتهيت من الشكل الخارجي! سأرسم الموزة الآن! ربما علي احتراف هذا! منزل فطائر شيرل المحلى! الاسم جذاب جداً! أهلاً! علي التركيز! لقد كدت أنتهي! واو! أحب هذا! إيسي! هيا لنلعب! هاي! تادا! هذا صعب! إنه تعادل! سأقبل بهذا! أحسنتي! واو! إنها لا تشك في شيء! ماذا تعتقدين أعدت لنا؟ حسناً! هل أنتما مستعدان؟ يبدو أن اختياركما هذه المرة هو ولد! أنا متحمسة لرؤية ما ستنتجانه! خاب أملي لأكون صادقاً! يا للهول! انتهت التسالي! وهذا شيء يستحق أن أحزن عليه! حسناً! ماذا سأفعل الآن؟ انتظروا قليلاً! أصبح طبقي فارغاً الآن! أجل! سينجح ذلك! لدي خطة رائعة! ماذا تفعل بهذا الطبقي وقلم التحديد؟ لا أفهم لماذا ترسم على طبقي هكذا! لا تقلقي بشأني! أعرف ما أفعله! سأنهي رسم رجل العصا الصغير على هذا الطبق! يا للهول! ماذا علي أن أرسم لأجل ذلك؟ سأجرب كتابة الكلمة مجدداً! يبدو أن ذلك ينجح معي! حسناً! ها نحن! كلمة ولد بوي! وسأحولها! سأمنحه نظارة وشعراً! يبدو جيداً! لن أنسى الأذنين والذقن والأنف والفم!
حسناً، أنهيت رسم رجل العصا. أعتقد أنه بحاجة إلى بالون أيضاً. ها هو، ويحتاج إلى خيط حتى لا يطير البالون. شيء ما عالق في أسناني، هذا كريه. هذا لا يفيد، ربما سيساعدني مشروب. هذا أفضل على ما أعتقد. أعتقد أنك بحاجة إلى شعر برتقالي. باقي القليل وسأنتهي من الشعر. حسناً، أتريد قميصاً أخضر؟ بالتأكيد. انتهيت. كلا، سكبت الماء على فتاي. إنه يغرق، علي فعل شيء لإنقاذه. كلا 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 يا رجل العصا، لا تهلع. مهلاً، شيء ما يحدث. شيء يحدث لرجل العصا. أنتم محقون، لن يغرق لأنه يطفو. إنه لطيف جداً، لقد أحببته. أليس بلاءً حسناً؟ هل فزت في هذا التحدي؟ محال، هذا مذهل. مستعدان للجولة التالية؟ تعني الصدفة الوردية نسراً. لم أنتهي بعد. ماذا؟ هل يعني هذا الرمز شيئاً؟ هل هو رمز سري؟ سأجرب شيئاً معه. هذا محير. ماذا سأكل على الغداء؟ يبدو أنها تعرف ما تفعل. تؤلمني يدي. وجدتها. سأرسم النسر من هذه النقاط. سألونه الآن. سأسرع في هذه الخطوة. يعجبني، والرسمة جاهزة. هل انتهيت؟ أو في الوقت المناسب. انظري، إنها مبهرة. أو شكرا، اتبعت نمطا حرا في رسمتي، كما أنها براقة. هل أعجبتك؟ يبدو مثل حورية بحر. طيب. أين هي؟ أبرا كدابرا، وردتي. كيف حدث ذلك؟ جميلة جدا، ما رأيكم؟ إنها حقيقية تماما، انظر إليها. هيا أيتها الوردة الصغيرة، أريد رؤيتها أيضا يا براين. انظري إلى هذه البتلات. أوه أجل، فهمت الآن ما تقولين. لقد تكلمت الوردة وألهمتني بكل معنى الكلمة. انظري إلى هذه البتلات يا صغيرتي، وستصبح أكثر جمالا بعد تلوينها. أترون الملمس المختلف هنا؟ أصبحت وكأنها وردة حقيقية. لا تستهينوا أبدا برسمي بالخطوط، إنه بسيط وجميل. سأقوم بالقليل من التظليل الآن. أحدث التظليل فرقا حقيقيا، لكنه يأخذ بعض الوقت، لذا عليكم بالصبر. عليك في الأساس تتبع الخطوط والنقاط وملء أي فراغ أيضا. وانتهيت في الوقت المحدد. أروني ما رسمتما. رائعة أليس كذلك؟ لم أنتهي بعد، رسمت العودة فقط. حسنا، هذا سيء. براين، ماذا؟ حسنا، لا بأس. يمكنك أخذ زهرتي يا جينا. شكرا لك. سأقوم بتركيبهما هكذا. مذهل، لقد أكملتما بعضكما البعض. لقد حققتما الفوز أنتما الاثنان. سنبدأ جولة جديدة الآن. على أتم استعداد، تعني الصدفة الصفراء مربعا. بالتوفيق. أظن أنه يمكنني ابتكار شيء. هذا سهل، رسمت المربعات أيام الروضة. واو، إنها ترسم شكلاً هندسياً. لا أحتاج إلى هذه المسطرة. هذا أفضل. ستعجبهم. أوشك الوقت على الانتهاء. مربع. هل هذا مربع أصلاً؟ إنه شيء ما. مربع. شكراً على الإضافة. أسكخوات. هل تراه الآن؟ واو، هل هذا سحر؟
فكرة عبقرية. أوه، لم أطوي مربعي بعد. هل ترينه الآن؟ لا بأس يا براين. أوه، مربع غبي. أريني الطريقة. إنها سهلة، انظر بتمعن. أوصل الخطوط التي رسمتها. هل بدأ الشكل يتضح الآن؟ واو!